هذا المثلث هذا يعني الـ الارهاب الـ الاعلام والسلطه يعني وقت اللي نقول السلطه فيها برشا معناها فان برشا حاجات نحطهم في في البوان الثالث السلطه اللي هما السياسه خاطر السياسه سلطه يعني كذا والفلوس اللي هي سلطه كبيره دونك كيفاش الاعلام كيفاش يولي وسيله كيفاش الارهاب موجود ولا مش موجود ما نجموش نقولوا مش موجود هو الارهاب موجود لكن كيفاش يولي زاد الارهاب بيدو يتوظف الغايات السياسيه دونك المسرحيه تحكي كاريما على على الانتخابات اللي صارت ولا الانتخابات اللي باش تصير واللي تنجم تعاود تصير وكيفاش المانيبيولاسيون اللي تصير اللي. المواطن يولي بحكم العالم خاطر العالم ياثر برشا والخطر ولينا نعيشو بكلنا على فيديو يخرج على على تصويره تظهر جديده دونك هذايا المثلث هذايا كيفاش شكون قاعد يحرك في شكون؟ الارهاب قاعد يحرك في الاعلام، الاعلام قاعد يحرك في الارهاب، السياسه قاعده تحرك في الاعلام دونك كلهم كيفاش قاعدين يحركوا انا يظهر لي في في مسار الشعب هذايا اللي قاعد يتبع ما فيهم حتى شيء معناها من بعيد دونك السؤال ما تروح قالوا لي ما المواطن ماهوش موجود سيور وهو في التكنيك نتاعو في رؤيتي انا للمسرحيه يعني ما يكون موجود خاطر خاطر هو كان وكل السيد القاعد يتفرج باش نشوفوه خاطر في مومون الكاميرا عندنا الكاميرا تتحرك احنا سير, سير في مومون باش تصوروا الكاميرا للمتفرج يعني دونك هو هذيك المتفرج يعني بالنسبه لي موجود وموجود بشكل كبير خاطر هو اللي قاعد يحركوا فيه صحيح لكن كل شيء يمشي به هو يعني الانتخابات شكون اللي باش يحط ورقه في الصندوق هو المواطن دونك هو الوسيله اللي حاجته يتحكى عليه برشا المواطن ويتقدم له الديسكور هذايا المواطن دونك هذاك يكون ممثل في شخصيه موجوده آآ آآ على الركع حبيته هو يتفرج كيفاش قاعدين يعملوا به الشخصيات الاخرى ومالوريزمون الفتره هذه فيها برشا كذب يعني فيها برشا آآ برشا مونتاج كان نقولوا معناها كل شيء قاعد مركب محضر والتو قاعد يصير معناها كان نفس نفس الحاجات قاعده تتعاود من الجديد وجديد سي نورمال باش نكون متقلق انا من وضعيه معينه معناها كان نعطي وجهة نظري أنا الخاصة أنا حطيتها سيرسيان سيان أنه هذية الكذبة ذي أنه هالشخصيات اللي, اللي, قاعدة تتحرك فينا واللي قاعدة ميزمنا نفيقوا اللي هي قاعدة تتحرك فينا ويزمنا نحاولوا نتحركوا أحنا زادا كشعب